مدام شريفه، اسمحي لي اسالك في حاجه يعني شخصيه او خاصه جدا. في الفاكسات اللي احنا تلقيناها يعني بعض الاسئله الى حد ما بتبقى شخصيه، فانت بتتضايقي لما حد من جمهورك يسالك في حاجه شخصيه ولا ممكن تجاوبيه؟ لا اجاوب. بتجاوب بس طبعا مش كل الشخصيه، في حاجات تهمني انا وما تهمش الناس. محتاج. طيب انا لو سالت حضرتك وقلت لك، هل بتؤمني بالحسد؟ طبعا. بتؤمني بيه؟ بتخافي منه؟ جدا. يعني طب بتعملي ايه لما تكوني طالعه وخايفه من الحسد؟ انا طبعا حافظه كل اعوذ برب الفلق. طبعا. يعني اتعودت ان انا اقولها في سري وعلى طول على طول على طول، عشان انا فعلا بتحسد فعلا، يعني انا محسوده فعلا. يعني الحسد ده في القران. طبعا. وطبعا طبعا ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم. ايوه. فانا فعلا بؤمن بالحسد، لكن ما بؤمنش بحاجه تانية خالص. في بقى حضرتك قلتي ما بؤمنش بحاجه ده. في بعض من الفنانات والفنانين والنجوم الكبار وفي برضو مش كبار يعني بيؤمنوا جدا بحكايه العمل والسحر، وبيقولوا انه في اعمال بتبقى كويسه وبتنفع معاهم، وانه بعض السحرة بينفعوا ويمشوا معاه. هل تؤمني بحاجه زي كده؟ لا، انا اؤمن ان في سحر فعلا. في سحر؟ لكن ما اقدرش يعني سوري يعني في الكلمه ان انا اقول ان انا حد ساحر لي. في حاجه اسمها حد ساحر لي؟ دي لا، دي انا ما. طب امال حضرتك بتؤمني بالسحر ازاي؟ مش حضرتك بتقولي بؤمن بيه؟ بؤمن بيه بس ما اقدرش اعمله لان ده حرام. حرام حرام. كان في اقاويل يعني عفوا بتتقال، وكان في خبر اتكتب في بعض المجلات اللي بتكتب زي اكتم السر، زي مش عارفه الحاجات اللي تبقى سريه من غير اسماء، انه لمحوا كده انه حضرتك لازم يكون معاكي شخص معين في الشغل بتاعك او في حفلاتك او حاجه زي كده، لذلك بتجيدي وبتلمعي وبتبقي بارزه. هل الكلام ده صحيح؟ لا لا طبعا، الكلام ده كله غلط. غلط. شوفي انا عايزه اقول لك حاجه. نعم. اللي بيتكل على الله ويقرا قران. نعم. مفيش حاجه تجيله. ما دي ثق من هذا. لكن في ظاهره. نعم. بتبقى لازم هتؤمني بيها. ايه؟ بس ما يكونش شعوذه. زي ايه يعني؟ زي مثلا انا دلوقتي صديق ليا ومفاجأة انا عايزه اوريه لك. تسمحي لي بقى نندهله وهتشوفي انت هو فين؟ هو معانا هنا؟ لا ده هو معايا انا. معايا انا لانه هو صديق ليا. مش دايره بيه ولا حاجه، لا هو صديق ليا وهو بيحب الفن وكده وحب يجي يتفرج على البرنامج بتاعي لانه هو من المعجبين بتوعي. فقال لي اجي معاك اتفرج، قلت له اوكي. فيا ريت هو يوريكي الحاجة اللي هي عنده. هو عنده مش عايز احرق الفكرة. يا ريت. طب نشوف فين مين هو. انا اندهولك. طب ممكن اندهولك. يا ريت حضرتك تندهيهولنا، انا مش عارفة وراء الكاميرات. هو على فكرة مهندس الكتروني. وهو صاحب جوز بنت اختي. ولانه اكتروني زي يعني هو مهندس. وهتشوفيه ومش هتصدقي ايه اللي المفروض ان هو بيعمله، لكن نفسي انا افاجئك بيه والساده المشاهدين يشوفوا ايه هو هذا الشخص. انا شايفه مع حضرتك الاستاذ قاعد، يعني هو هل هذا هو الشخص؟ طبعا انا شايفه الاستاذ. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. استاذ عصام اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا. اولا تعرفنا بحضرتك. اتفضل. انا شايفاك من الصبح قاعد صامت، ولا شايفه الاستوديو كله ما فيهوش حد، يعني ما احناش عارفين وجه غريب غير حضرتك من الصبح. وانا طبعا قلت اكيد مثلا جاي مع مدام شريفه او حاجه، فما هو جاي معايا فعلا. طب انا اعرف لانه صديق ليا. العلاقه بقى يعني او ايه؟ اشمعنى في التسجيل؟ لا 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 في حاجه. الحقيقه انا كنت عايزه اخليه يفتح ايده كده وانت تشوفي بنفسك. طب انا ولا نطلب لها اسم الله؟
هو يعني حضرتك بتعمل سحر مثلا؟ يعني كان ليا مشكله كده او قصه ظريفه حصلت لي وانا صغير. كان عمري وقتها حوالي 4 سنوات. ايوه. وحصل لي حادث سقوط من اعلى من رابع دور. يا ريت حضرتك تعلي صوتك اكتر علشان يعني سقوط من اعلى من رابع دور، نزلت على دماغي، انفجر المخ وتهشم في جميع اعضاء الجسم. ثم عدت يعني ودوني المستشفى. بعد منها الدكتور طبعا اثبت الوفاه ان انا اصلا رايح المستشفى وانا المخ في الايد يعني. في ايد والدي يعني. فطبعا الدكتور اثبت الوفاه. دخلوني اللي هي بقى عندنا بنسميها الثلاجه من 9 الصبح الى 4 مساء وتم دفني فعلا بعد الساعه 4 مساء لمده حوالي 4 ايام دفن. ثم عدت للحياه تاني بقصه طبعا التربي هو اللي خرجني من القبر تاني. كانوا قاعدين هو واصحابه كده. طب هل ده كان موت حقيقي كان حضرتك؟ كان طبعا ان كان المخ انفجر. وتهشم في جميع اعضاء الجسم طبعا، لان يعني اصلا وكمان انا دخلت الثلاجه من 9 ل 4 مساء. بعد من حياتي يعني كانت عاديه كطفل، بس بدات في سن معين يعني حوالي 26 سنه. نعم. بدات تظهر على جسدي بعض الاشياء واعظمهم طبعا هو اسم الله. اللي بدا يكتب يعني يكتب بلحمي ودمي على جسدي. وبعد كده اي اسئله يعني تسال على جسدي ما عدا طبعا غيبيات لله سبحانه وتعالى. بس دي ما تخشش ضمن بقى الدجل والشعوذه والسحر. لا طبعا لا شاء الله. والحاجات دي لان دي ظاهره او ربنا خاص انسان بها فقط. وبتعامل بها مع بعض الناس في الخير فقط. يعني طب هل معايا يعني في الخير طبعا يعني مع مدام شريفه يعني انا لما جوزي تعب فجابوا صاحبه دون اللي هو قريبي انا جابه وقالوا تعالى شوف الحاله دي اللي عنده ايه. بتتكتب على الايد. حضرتك بتقول بيتكتب كلمات على جسمك؟ يعني احنا هنطلب دلوقتي على جسمي اسم الله. ونشوفها ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله باللحم بقى والدم مكتوبه نشوفها ان شاء الله. هل دي حاجه تاخد فتره؟ هتاخد فتره طول واحنا واقفين يعني مش لا هو هيحضر ساعه صفا. وارجو يعني ان هو يؤخذ يعني طب ايديه كده مغطيه. يعني كده مثلا حاجه يعني بس يمكن الظل مش مبين. بالتالي مش مبين قوي. مش عارفه لو الكاميرا تقول لنا واضح ولا لا، لانه قدامنا واضح. قدامنا واضح جدا بصراحه. ممكن تصدق تحط ايدك يعني نتيجه تشوف ده ايه يعني ما تخافيش منه. يعني عفوا ده تحط ايدك على اسم الله يعني مش حاجه لا مش مكتوب اسم حد تاني يعني الحقيقه في بروز في الجلد. بس برضه مش باين قوي ما تقلق. يعني هو لحضرتك فتحت الزرار الاولاني ولا لا؟ ممكن انا بتهيألي كده لان هو برضه مش باين قوي. ممكن هنا يظهر اكتر. اهو شوفي ابتدت تبان اهي. الف لام والهي. الله. ودي طبعا يمكن هي اعظم ما يعني الشيء اللي بيطلع على جسدي هو اسم الله. طبعا ونعم بالله. يعني هي دي حاجه مثلا دي موهبه من عند ربنا. يعني طبعا دي حاجه بس صغيره انما مثلا في حاجات كتير جدا بتطلع على الظهر على الصدر. هل انت بتبقى عارف المكان اللي هيطلع فيه الحاجة؟ لا هو يعني مجرد ان احساس مثلا زي شيء ماشي زي مثلا حاجه زي النمل كده او حاجه في المكان المعين اللي هيطلع فيه رساله. انا اعرف مكانها فين. انت تحس بالظبط. او مثلا الشخص اللي موجود بلاش الكرات الشخص طبعا اللي موجود معايا ايوه اللي هو بيحط ايده على المكان مثلا في رسالات تطلع كبيره. اهلا بسمح. يعني مثلا في حاجات زي مثلا نقول رساله المفروض تطلع كبيره ايوه بتقول مثلا على حكايه يعني واحد بيقول انا معمول لي مثلا عمل ورائد قاعد مش عاوز يشتغل مش عاوز يعمل ومقتنع اقتناعا كلي ان عنده عمل وراح للانسان قال له انت عندك عمل. طب مين اللي عمل لي ده؟ ما يقولوش. يقول له لا انا ممنوع من ده. طبعا هو ما يقدرش يقول له انه ما يعرفش. يقوم يضطر يقول له انا يضطر يقول له كده. انما عندي هنا مختلف بقى. عندي هنا ممكن يكتب له قصه. لا مش انا اللي اقول. يتكتب قصه. تقول مثلا وانت ليس لك دخل في هذه القصه. خالص عباره عن منشط جورنال.
احنا بنشكرك جدا وبنحييك ولينا لقاء اخر معاك. انا سعيد. الف شكر. اسمك مره كمان. ربنا يخليك. الشيخ عصام. الشيخ عصام بس. طيب يا شيخ عصام ما انا همشي معاك بقى. استنى بقى. بنحييك. لا طب عموما احنا لينا بس قاعده عشان هنقول حاجتين نختم البرنامج بعد اذنك. اتفضلي حضرتك لمكاننا هناك.